السؤال هل يجوز السفر للصلاة على الجنازة؟ هذا سؤال. أما إذا كان الجواب، أما إذا كان الإنسان لو لم يحضر لفقد، إما لقرابته القريبة من الميت فيقال لماذا لم يأتي فلان، ويكون الجواب بينه وبين قريبه عداوة، فهنا يتعين الحضور درءا لكلام الناس وخوضهم. وكذلك لو كان كبيرا يفقد في هذه الجنازة فإنه يحضر دفعا لألسنة الناس وتشكيكات المنافقين. أما الرجل العادي فالأولى أن لا يفعل، لأن ذلك لم يكن معهودا من السلف الصالح رضي الله عنهم، فقد مات العظماء في المدينة ومكة وغيرها ولم يسافر أحد للصلاة عليهم. بل إني لا أعلم أن أحدا سافر إلى المدينة ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق، ولأن هذا يؤدي إلى نفقات لا داعي لها، ولأن هذا يؤدي إلى أن يتباهى الناس في هذا الشيء ويتباروا فيه ويتمارون، فيقال أن فلان لم يذهب إلى جنازة فلان، ويقول آخر نعم لأنه ليس عنده بشيء، فيكون بسبب التعايير بين الناس وعيب بعضهم بعضا. وما دام الأمر ليس معهودا عن السلف ويحصل به مفاسد فتركوه أولى. لكن التحريم لا أقدر أن أقول إنه حرام، لأن التحريم يحتاج إلى دليل بين. أما السفر إلى القبور فهذا حرام، لأنه سفر يقصد به مكان معين لشرف هذا المكان. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز السفر إلى زيارة قبره.